سؤال متعلق بالزكاة. بقول أنا عندي أخ على المعاش منذ عدة سنوات، أدفع له معاشا شهريا وأقساط سيارة مستعملة بدلا من سيارته القديمة كي كثيرة الأعطال، وبحسب الكلام ده من الزكاة. هو يملك 300,000 جنيه، فهل موقفي صحيح؟ يمكن أن أحتسب هذا المبلغ اللي بده له شهريا من الزكاة؟ يقول أنا أدفع له 10,000 شهريا وعشر ألاف قسط، مدفعه 20,000 شهريا جزاه الله خيرا. الجواب: لا يخفى أن الزكاة للفقراء والمساكين، يعني وربما كان الرجل الذي يملك 300,000 جنيه مدخرة فائضة عن حوائجه الأصلية، هذا في تقديري والله أعلم، ليس من الفقراء والمساكين، ليس من أهل الزكاة على الأقل في الوقت الراهن، فبر أخاك من صدقاتك العامة. أما إذا كان هذا المبلغ منذ عامين أو أكثر ولم يكن مستثمرا، ربما أذهبته النفقات أو أذهب الدلة ولم يبق منه إلا اليسير، ولم يكن لأخيك وسيلة أخرى للارتزاق مع استصحاب التضخم الفاحش السائد الآن في بلادنا المأزومة، فربما يكون في هذا الإطار من أهل الزكاة، فتلمس برفق هذه الجوانب، بارك الله فيك.